اهلا بكم مع مهند من بن حمودة للسيارات شيفروليه 050-516-3525. اليوم حوريكم سياره من اكثر السيارات مبيعا عندنا، هي فئه السيلفرادو ال تي كابنتين. في بعض الاضافات تمت عليها او بعض التحديث والتطوير، يلا بينا نشوفها من الداخل. طبعا شباب كتير عارفين التاهو ال تي سيلفرادو البيك اب الكابنتين، هي بتنزل ماكينه 5.3 355 حصان مع دايناميك فيول مانجمنت، يعني تقدر تفصل 6 سلندر وتمشي بدايه من سلندرين 2 فقط. السياره الاكثر عمليه عندنا حاليا واللي سعرها مناسب جدا لكل الاغراض. تعال نشوف ايه التطوير اللي تم عليها. السياره زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها متوحش جدا، بينزل عليها شبك كروم، دعميات كروم اماميه وخلفيه، حساسات اماميه وخلفيه، نقاط عمي على المرايات، تشغيل عن بعد، بوش ستارت، كاميرتين خلفيتين، دول اكزوست 5.3 V8 355 حصان. اهم تغيير تم عليها موضوع تغيير في الرنجات، الرنجات الحاليه بتنزل قياس 20. من الداخل زي ما احنا شايفين هي بتنزل بسده ثابته، ممكن اضافه الفريزر عليها، تنزل مخمل، تخشيب داخلي، شاحن لسلك للتليفون، يعني وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو عن طريق الواي فاي. يلا بينا نشوف الخلفيه. الخلفيه عندنا عليها دول اكزوست من الكروم كمان على الدعميات. اهم اضافة تمت عليها هو موضوع الباب الخلفي على فئة ال تي، هو كان وصل عندنا في فئة التريل بوس، للشباب اللي عارفين تريل بوس طبعا بيكون قطعتين زي ما احنا عارفين، بيتقسم اتنين وفي درج او سلم وفي مقبض نقدر نطلع عليه، موجود هنا داخل الصندوق الخلفي. الفئة دي ما كانتش موجودة عندنا قبل كده، كان دايما بينزل الباب الخلفي بالشكل ده قطعة واحدة، حاليا بتنزل قطعتين. مهمة جدا وعملية جدا، ناس كتير كانت بتطلبها والحمد لله نزلت عندنا. مرة تانية الرنجات ال20، نشوف استهلاك البترول اللي تم تحسينه كمان، قلت الواحد يمشي 10 كيلو، لان هي زي ما احنا قلنا بتفصل 6 سلندر وتمشي بداية من سلندرين 2، بقية السلندرات بتكون حرة وديناميك حسب الحاجة، بتفصل وتشغل سلندرات بدون تدخل من السائل. شوف شكلها مرة تانية. يلا في انتظار اتصالاتكم على المهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبوظبي والعين. أهلا بكم.